قبل ما اطلع الفاصل بس عايز اقول انه في حاله من الـ 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 يعني الـ 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 مش هقول الـ الـ الغضب لكن سخط اللي هو يعني من كهربا انه ما يجيش التمرين امبارح. دي كان الكولر متضايق جدا لدرجه ان بدات تظهر كده النهارده تنابيش كلام، معرفش يعني ايه تنابيش، برابيش نقول، بيقولها ايه؟ طرطيش، طرطيش صحيح. ايه التنابيش دي؟ طرطيش كلام ان ممكن كهربا ما يسافرش مع الاهلي ماتش كيني. انا ما اعتقدش، انا عن نفسي ما اعتقدش، لكن في كلام بدا يطرطش كده النهارده بفكره انه الراجل متضايق وان كهربا ممكن يتغيب عن رحله الاهلي في كينيا، وان الراجل هيعتمد على وسام ابو علي ويبقى بديله بيرستاو. كده كده هو عامل في حساباته على فكره بيرستاو فيرود، مش بس بيلعب جناح، يعني لو اتزنق في فيرود تالت مع وسام وكهربا بيرستاو بالنسبه له موجود. عايز اقول لكم ان الاهلي مع اكرم توفيق داخل عايز يخلص الجيم سريعا بتاع اكرم توفيق، لانه اكرم توفيق يعني لعيب كبير ولعيب يعني مكتئب في نص الملعب ومتألق وممكن يتخطف فجأة بعروض ونهاية عقده شهر السنة الجاية. فالأهلي بدأ يتكلم معاه في تجديد، وأكرم بدأ يلمح مع وكيله للمقربين إن هو عايز ياخد زيه زي حسين الشحات وإمام عاشور اللي هي الفئة الأولى يعني في النادي الأهلي. انا ما اعتقدش الاهلي هيرفض بالنسبه لاكرم توفيق، لانه فعلا من اللعيبه اللي كانت لها دور كبير جدا خصوصا في الثلث الاخير من الموسم او النص الاخير من الموسم اللي فات. اكرم توفيق كان ليه دور جدا في نجاحات النادي الاهلي الكبيره اللي عملها مع مارسيل كولر، سواء الفوز بالدوري او الفوز بالكاس ودوري ابطال افريقيا وكل البطولات اللي كسبها الاهلي السنه اللي فاتت.